لا كتاب يعني بولي بيانج كريمولاتا لو أنا كان زمان عربي، كتاب اللغة العربية للصف الخامس الأساس، الدراسة الكردية الجزء الثاني الوحدة السادسة. وصلنا إلى حكايات صفحة 178. كيشتنا حكايات لا براسطو حفتة هشت. تراب الأرض أغلى من ذهبي. يحكى أن رجلا هرما اشتد به المرض، فدعا ولديه وقال لهما: يا ولدي، لقد تركت لكما أرضا وهذا الكيس من ذهب، فليختار كل منكما ما يشاء. قال الولد الأصغر: أنا آخذ ذهب. وقال الولد الأكبر: وأنا آخذ الأرض. مات الأب بعد أيام، فحزن الولدان كثيرا، ثم أخذ كل واحد نصيبه من الثروة أبيه. بدأ الولد الأكبر يعمل في الأرض، يبذر في ترابها القمح فتعطيه محصولا وفيرا، وبعدما يحصد القمح يزرع موسما آخر، وثروته تزداد يوما بعد يوم. أما الولد الأصغر فقد أخذ ينفق من الذهب، والذهب ينقص يوما بعد يوم. وذات مرة فتح الكيس فوجده فارغا، ذهب إلى أخيه حزينا وقال له: لقد نفذ الذهب الذي أخذته. فأجاب الأخ الأكبر: أما ما أخذته أنا فلا ينفذ أبدا، وهل أخذت غير أرض مملوء بالتراب؟ أخرج الأخ الأكبر كيسا من الذهب وقال: تراب الأرض أعطاني هذا الذهب. قال الأخ الأصغر ساخرا: وهل يعطي التراب ذهبا؟ غضب أخوه وقال: الخبز الذي تأكله والثوب الذي تلبسه من تراب الأرض. قال الأخ الأصغر: ما أشد جهلي. لا تحزن يا أخي. كيف لا أحزن وقد أضعت كل شيء؟ إذا نفذ الذهب فالأرض باقية، تعال نزرعها معا. ذهب الأخوان إلى الأرض فوجد سنابل القمح تميل وتلمع. فرح الأخوان وهتف معا: تراب الأرض أغلى من ذهب. تراب خولة أرض أرزة أغلى بنرخترة لا أعطون أجيرنوا پیاوێکی پیر بوو، زۆر نەخۆش بوو، کوڕەکانی بان کردو کوڕی هەبوو. وەقال لەهما پیانی وت: یا وەلەدی، پیانی کوڕم، دووشتم یعنی تەرەکتو لەکوما ئەرضەن و هاذا الکیس من الذهب. چی بۆیان بەجێشت بوو؟ عەرزێکی بۆیان بەجێشت بوو لەگە کیسێک لە ئاڵتون. فەلیەختەر کول منکوما ما یەشاء. وتي هلك سبوخي هل بشيري. قال الولد الأصغر: كرة بتشوككا. وتي أنا أخذ الذهب من أعطونك على بشير. قال الولد الأكبر: وأنا أخذ الأرض. كرة جوركا عزكي هلك. مات الأب مرت باوككا دعيت شان روشي. فحزن الولدان كثيرا فحزن الولدان كثيرا هردو كركا زور خمبار بون.
ثم أخذ كل واحد نصيبه. هركس بشي خوي ورقرت من الثروة أبيه لساماني باوكي. بدأ الولد الأكبر كرة جورك بس كربا إيش كردن يعملو في الأرض لا عرزك إيش يكرد يبذر توي كردو في ترابها القمح قنمي تشنت فتعطيه محصولا وفيرا. أتا بانتي زوري بداتي. وبعدما يحصد القمح كاتي دوريتوا يزرع موسما آخر دعي بو صالي ديكش أي تشنيلي. وثروته تزداد يوما بعد يوم روش بروش سامان كاني زوربو. أما الولد الأصغر كربتوككا فقد أخذ ينفق من الذهب أو تيكر لا خرج يكرد لا أعطونك. وذهب لينقص يوما بعد يوم أو أعطونا روش بروش كم يكرد. وذات مرة جاركان فتح الكيسة كيسة كي كردوا فوجد فارغا بيني بوشة هيتش تيانية. ذهب إلى أخيه حزينا روي بولاي براكي بخنباري وقال له لقد نفذ الذهب الذي أخذته وتي أعطونك طواب أوي هلم قرتبو. أجاب الأخ الأكبر براغ وركاوتي أما ما أخذته أنا بلا موي من هلم بجاردبو فلا ينفذ أبدا قد طواونا به. ليرا وهل أخذت ليرا برا بتشوكا بيو هل أخذت غير أرضا مملوءا بالتراب توشيت هل قرتوا هر أرزيكا أرزيكي خولاوي طال قرتوا. أخرج الأخ الأكبر كيسا من الذهب برا قوركا كيسيكي در كردو لأعطون وقال التراب الأرض أعطاني هذا الذهب علي أو خولي أو أرزا أم كيسا أعطوني ذهبي. قال الأخ الأصغر ساخرا ليرقى طيب يكف برا بتشوكا كرة بتشوكا وهل يعطي التراب ذهبا خول أعطون تداتي. غضب أخوه تورب براكي وقال الخبز الذي تأكله أو نعني كأي خوي والثوب الذي تلبسه أو جلو برقي لبرتا من تراب الذهبي من لا خولي أرزكا. قال الأخ الأصغر برابتوكا كوتي ما أشد جهلي أي من شن نزانم. برابتوكا بيوت لا تحزن يا أخي خمبار ما ببراكم أو شوتي شون خمبار نابا وقد أضعت كل شيء همشتيكم بفيرودا. إذ براكشي بيوت إذا نفذ الذهب أده أعطنك طوابو فالأرض باقية أرزك معه تعال نزرعها معا ورباحت بيكوا بيتشانين. ذهب الأخوان إلى الأرض هردوكيان روشتنبو لا أرزكو فوجد سنابل القمح قلقا مكان بيني تميل وتلمع لاربونو توو دقشينو. فرح الأخوان وهتفا معا ضليان خوشبوها وتيان تراب الأرض أغلى من الذهب خولي أرزكا بنرختره لأعطون. لنا اقرأ. حزن الولدان كثيرا على موت أبيهما ثم أخذ كل واحد نصيبه من ثروة أبيه. وبدأ الولد الأكبر يعمل في الأرض فتعطيه فيه محصولا وفيرا. أما الولد الثاني فأخذ ينفق من الذهب حتى نفده.